ناخذ الديفرنشيتر. الديفرنشيتر راح يصير عندي هلا بفضل احنا ما نستعمل اندكترز، الاندكتر صعب اني اجيبه، فكان انا بامكاني احط اندكتر وريزستر. راح اضل احاول استعمل كاباسترز. وحتى في الانتجريتد سيركتس، لما بنعمل انتجريتد سيركت عاده اذا بدي فانكشن معينه بحاول انفذها عن طريق كاباسترز مش عن طريق، صعب جدا تبني اندكتر. الكاباستر كيف نعمل كاباستر بالانتجريتد سيركت؟ نعمل ريفرس بايسنج لدايود. اذا عملت ريفرس بايسنج لدايود، الدايود هذا ببين كانه كاباستر. فعندي اذا اخذنا ديفرنشيتر راح ارد اهمل الماينس هون. الماينس سهل اتخلص منه، بضرب في ماينس بس. ها فعندي هلا هون هي كاباستر، هاي عندي V input، هاي V output، وهاي عندي هون R. هلا هون عندي ايش الامبيدنس؟ الامبيدنس تبعت J واحد على J اوميجا C، فرح يصير عندي هلا G J اوميجا تساوي R على واحد J اوميجا C، واللي هي بتطلع هذه فوق بتصير J اوميجا R C، ورح اسمي R C واحد على R C، رح اسميها اشي اسمه اوميجا نوت، فرح تصير هاي J اوميجا على اوميجا نوت، واوميجا نوت بيساوي واحد على ار سي. لاحظين الوحدات هون، ايش الوحدات؟ ايش وحدات ار سي؟ ايش وحدات اوميجا؟ راديان بير سكند. اوكي، متذكرين اللي حكيناه عن الفريكونسي غير البيريود، ما لهاش علاقه، هذه مش بيريود. العلاقه بين اوميجا والبيريود 2 باي على تي، 2 باي على تي. هذا هون مختلف، هذه مباشره باخذ واحد عليها، واحد على ار سي بتعطيني اوميجا نوت. طيب جي شو بتعطيني الزاويه؟ 90 بلس 90 مش هيك؟ واوميجا رح تعطيني خط مستقيم لانه لوغاريتميك وبتزيد مع بتزيد مع الفريكونسي مش هيك؟ هذا خط رح يكون مستقيم طالع برو، فرح يصير عندي هون اذا اخذتها اجينست فريكونسي رح يصير عندي هذا خط السلوب تبعه بلس 20 دي بي بير ديكيد. ديكيد اللي هو زياده ضرب 10 بالفريكونسي، فكل ما الفريكونسي انضربت في 10 زادت باي 1 ديكيد، ايش بلاقي هذا طلع؟ 20 دي بيز بير ديكيد، كل ديكيد بزيد اعماله 20 دي بيز. ونفس الشيء هون راح الاقي انه الزاويه زائد 90 زائد 45 0، هون عندي هذا هون خط مستقيم. ومن اوميجا على اوميجا نوت بقدر اقول انه هذا عند 0 دي بي هون هاي هون اوميجا نوت بتساوي 1 على ار سي. هذا الديفرنشيتر. اذا صرنا مطلعين على 3 كومبوننتس، على فكره هذول بيشبهوا الى حد ما، واحد على اس للانتجريتر، اس للديفرنشيتر، وكونستنت للكي اللي بدنا نفكر نقارن بالترانسفير فانكشنز. طيب رح ناخذ الان مثلا، خلينا ناخذ الان لاج نتورك وبعدين راح اخذ ليد نتورك. لاج نتورك هو عباره عن ار سي. سي سي راح تكون واحد على جي سي، ثاني دي في اوت او دي انبوت. الترانسفير فانكشن راح تكون او جي جي اوميجا، بدلت انا محل اس حطيت جي اوميجا بتساوي 1 على جي اوميجا سي على ار زائد 1 على جي اوميجا سي. كنتوا تعملوها هيك ولا 1 على اس؟ مش تعملوا هيك بالسيركت؟ تعملوا شيء زي هيك بالسيركت؟ طيب نضرب هلا البسط المقام في جي اوميجا سي، بصير عندي 1 على 1 زائد جي اوميجا ار سي، وراح اسمي اوميجا نوت 1 على ار سي، فراح تصير هذه 1 على 1 زائد جي اوميجا على اوميجا نوت. هلا هذا هون اعقد شوي من النتورك السابق. راح نلاحظ ات فيري فيري لو فريكونسيز شو بصير دوميننت هون؟ هذا بصير بالنسبه للواحد صغير، فبكون بيقترب من 1، والواحد ايش الدي بي للواحد؟ 0. وايش الزاويه تبعت الواحد لما بضرب؟ بغيرش الزاويه، فالفيز راح يكون ما بيتغير 0 مش هيك؟ طيب لو جينا هون قلنا زادت الفريكونسي كثير بحيث انه اوميجا اوميجا على اوميجا نوت صارت اكبر بكثير من واحد، مين راح يصير الدوميننت هون؟ واحد على جي اوميجا. شو الواحد على جي اوميجا؟ اللي هي بترجع زي الانتجريتر مش هيك؟ اذا بنقول انه وين اوميجا على اوميجا نوت اصغر بكثير من واحد،
هاي بتقترب جي جي اوميجا تقترب من كانها واحد. وعند وين اوميجا على اوميجا نوت اكبر بكثير من واحد جي جي اوميجا تقترب من واحد على جي اوميجا على اوميجا نوت اي اي انتجريت. مظبوط. اذا رح نعمله هذا هون نرسم لها الرسمه تبعتها. رح يكون عندي الجين مارجن الجين بلوت الجين بلوت ات فيري لو فريكونسيز اقل بكثير من اوميجا على اوميجا نوت. اذا هون بدي الاقي نقطه اسمها اوميجا نوت ومنها هون هيك يكون عندي هذا نرسم شيء اسمه اسيمتوت. اسيمتوت اللي هو الخط اللي بقترب منه. اخذته الاسيمتوت في الكالكولس الخط اللي بقترب منه. فهذا راح يكون عندي تقريبا هون هذا راح يكون 0 دي بي من هون. وراح تكون عندي الزاويه الفيز انجل هون هاي الفيز انجل راح تكون قريبه جدا من الزيرو. هلا هي راح تروح على وين؟ راح تروح على ماينس. فنحط الزيرو هون. طيب لما تكون اوميجا اكبر اوميجا على اوميجا نوت اكبر بكثير من واحد هذه هون واحد راح يصير عندي انتجريتر. انتجريتر شو كان؟ خط نازل نزول مظبوط ونازل نزول السلوب ماينس 20 دي بي بير ديكيد. نقطه تقاطع هذول النقطتين هي هاي النقطه وهذا راح نزله 1 دي بي بير ديكيد. فراح اخذ لكل مربع راح افترض انه هذا المربع ديكيد وهذا المربع 20 دي بي. يعني كاني بقول هذا ماينس 20 دي بي هذا ماينس 40 دي بي وكل واحد من هذول ديكيد ضربتهم في 10 قسمت على 10. فبتلاحظوا هذا الخط نازل 20 دي بيز هي 20 دي بيز بير ديكيد 20 دي بيز بير ديكيد بهذا الشكل. طيب المنطقه اللي بينهم راح يصير يمر مرور فيها بهذا الشكل تقريب. هذا رسم تقريبي بيسهل علينا الامور. ما هو لازم ينتقل في النهاية فترة معينة بده ينتقل من هذا الخط لهذا الخط مظبوط. راح ينتقل. هاي النقطة مهمة لأن هاي النقطة عندها بكون ماينس 3 دي بي بير ديكيد عفوا ماينس 3 دي بيز أقل من الزيرو وبنسميها يا بنسميها الكورنر فريكونسي يا بنسميها الهاف باور فريكونسي ومرات بنسميها الكات اوف فريكونسي. اللي عندها بيصير الباور هاف ذا باور. فالفولتج بيكون واحد على جذر التنين، الاوتبوت بيكون واحد على جذر، اذا ربعنا واحد على جذر التنين شو بتعطيني؟ ايش تربيع واحد على جذر التنين؟ نص. واذا نزلنا هون، طيب هاي وين بدها تروح الزاويه؟ واحد على جي شو هي؟ ماينس جي، وماينس جي ايش الزاويه ماينس جي؟ ناقص 90، فبصير عندي هون خلينا نقول هاي ناقص 90. وبينهم عند هاي النقطة راح تكون 45. فراح يصير الخط تقريبا رسمه بهذا الشكل. بدأ بكون قريب من هذا الخط بينزل بمر بال 45 بعدين بروح على النقطة هاي. هذا هو عبارة عن الجين والفيز بلوت. لا هذا سميناه لاج نتورك. شو بقدر استعمل اللاج نتورك؟ إذا عندي لاج نتورك وليد نتورك